من قناتكم شوف تي في، أهلا بكم. أعلن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية السيد عبد السلام الصديقي أمس السبت بمكناس أنه سيتم إطلاق برنامج المبادرات المحلية لتنمية والتشغيل الذي أعدته الوزارة الأسبوع المقبل من إقليم قرسيف بجهة تاز الحسيمات تاونات ليشمل مختلف عملات وأقاليم المملكة. وأوضح السيد الصديقي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني حول موضوع المدينة فضاء للعيش المشترك الذي نظمه المنتدى الوطني للمدينة أن هذا البرنامج الذي يندرج في إطار اهتمام الوزارة بإشكالية التشغيل والبطالة يعد ركيزة من الركائز الأساسية التي ستعتمدها الاستراتيجية الوطنية للتشغيل. من المرتقب أن يتقدم المئات من المرشحين من رجال الأمن والشباب لاجتياز المباراة الشفوية بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، وذلك بعد إعلان المديرية العامة للأمن الوطني عن أسماء الناجحين لولوج سلك الأمن برتبة حارس أمن أو مفتش شرطة أو عميد شرطة. ووجهت المديرية العامة للأمن الوطني استدعاءات كتابية للمرشحين الذين اجتازوا بنجاح المباراة الكتابية التي أجريت أخيرا بمختلف المدن المغربية. أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أمس السبت بالرباط أن مسودة قانون المسطرة المدنية كفيل بتحقيق الفعالية والنجاعة القضائية وفق مساطر مبسطة وبتجاوب مع السياق العام لتحديث منظومة العدالة. وأوضح الرميد في كلمة خلال ندوة نظمتها الوزارة لتقديم مسودة قانون المسطرة المدنية والتعريف بمستجداتها أن هذه المسودة استطاعت أن تعالج جوانب مهمة من مكامن القصور في قانون المسطرة المدنية الحالي من خلال الارتقاء بمواد المشروع إلى إجراءات بسيطة وسريعة وشفافة تستجيب لحاجيات المتقاضين. في الخبر الدولي، قتل عشرات المتمردين في غارات شنتها طائرات حربية باكستانية على مخابئ لهم في شمال غرب البلاد اليوم الأحد حسب ما أفاد مسؤولون أمنيون محليون، حيث نقلت وكالة فرانس بريس عن هؤلاء المسؤولين قولهم إن الغارات استهدفت منطقة دهقان الجبلية التي تبعد حوالي 25 كيلومتر غرب ميرانشاه كبرى مدن ولاية وزيرستان الشمالية القبلية والتي تعد معقلا لحركة طالبان وحلفائها في تنظيم القاعدة على الحدود مع أفغانستان. رياضيا، نجح المنتخب العاجي في قلب الطاولة على نظيره الياباني وحول تأخره أمامه إلى فوز ثمين بهدفين مقابل هدف واحد أمس السبت على ملعب بيرنامبوكو أرينا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لمونديال البرازيل 2014. وحسم منتخب الكوديفوار القمة الإفريقية الأسيوية خلال الشوط الثاني وفي غضون دقيقتين ليحصد بالتالي فوزه الثالث في ثالث مشاركة له في العرس الكروي العالمي. بهذا الخبر مشاهدينا ننهي الموجز، إلى اللقاء.